السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزاؤنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، لقاء جديد والجغرافيا السياسية ومدرسة على الهواء. يسعدنا أن يصاحبنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، معلم خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب. وحياتك طيب وأبنائنا طلاب بخير. عشان النهاردة آخر درس إن شاء الله. إن شاء الله على خير بإذن الله، ونتمنى يكونوا أبنائنا استفادوا من حلقاتنا ويكونوا استفادوا بشكل كافي من القناة، لأن معظم الأساتذة هنا كلهم أفاضل وعلى قدر عالي جدا من الوعي. تمام، وإحنا بننوه برضو لأبنائنا الطلبة والطالبات متابعة الحلقة من خلال التواصل معنا من خلال التليفونات اللي بتظهر قدامكم، زائد متابعة الحلقات على الويب سايت، وإحنا بنحط الحلقات إن شاء الله أولا بأول، وممكن ترجع إلى أي حلقة لأي درس هتلاقي عنوان الدرس موجود والحلقة بتاعته، ودي تبقى فيها مراجعات ليك طوال العام إن شاء الله. أنت معاك بدل المدرس اتنين، وفي مراجعات ان شاء الله بدءا من الحلقه القادمه، وخليكم جاهزين معانا، احنا هنراجع الوحده التمهيديه فقط، يعني احنا هنراجع معاك مراجعه جزئيه، عشان في كثير من الطلبه بيحلم بالمراجعه الجزئيه، بيقول ايه يعني مش عايز اراجع المنهج كله مره واحده دلوقتي، ادوني فرصه اراجع جزء جزء معاكم واتابع معاكم. عندنا ان شاء الله الحلقه الجايه الوحده التمهيديه فقط لا غير، مراجعه عامه عليها ان شاء الله وكامله، جهزوا نفسكم بالاسئله واحنا تحت امركم دائما. استاذ اشرف معانا النهارده الدرس الاخير وهو النظام العالمي الجديد. نعم. ان فكره النظام العالمي الجديد هي فكره تطورت عبر الزمن. نعم. عايزين نعرف مفهوم النظام العالمي الجديد اولا، ثم التطور التاريخي للفكره دي. تمام. هو طبعا يا استاذ احمد لازم الطالب، طبعا احنا الاحداث مترابطه. احنا كنا اتكلمنا في العلاقات الدولية في الحصة السابقة، وقلنا ان بدأ يظهر مجموعة من المتغيرات ادت الى ظهور نظام عالمي جديد، وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة. تمام. بعد انتهاء الحرب الباردة وانفراط عقد الاتحاد السوفيتي، بدأت تظهر دولة هي الدولة الاولى في العالم، وهي الولايات المتحدة الامريكية. وبانفراط عقد الاتحاد السوفيتي بنجد ان دلوقتي اصبح مفيش حتة توازن قوة، اصبح هناك قوة واحدة هي اللي بتحكم العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نقول للطالب بما تفسر سقوط توازن القوة. يقول هنا بسبب سقوط أو انتهاء عقد الاتحاد مين؟ السوفيتي. تمام، وانهيار الاتحاد السوفيتي. فانهار معه اللي هو الحلف العسكري، حلف وارسو، المنظمة الاقتصادية الكيميكون، وده ترتب عليه أن أصبحت هناك قوة واحدة هي اللي بتتزعم الإيه؟ العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. نعم. طيب عايزين بقى نعرف المفهوم ان شاء الله وناخد التطور التاريخي بتاعه. تمام. تعريف المفهوم هنا هو بيتكلم عن نظام عالمي جديد، فبنقول هو مجموعه من الاجراءات، مجموعه ايه؟ اجراءات وقوانين. بتعمل ايه الاجراءات والقوانين دي؟ بتعمل عمليه ضبط، تضبط العلاقات مين؟ الدولية. امتى؟ بعد انتهاء الحرب الباردة. بعد انتهاء الحرب مين؟ الباردة. وتؤثر على خريطة العالم السياسية. تمام، يعني وتحدد خريطة سياسية لعالم ما بعد الحرب. ما بعد الحرب الايه؟ الباردة. ده كده مفهوم النظام العالمي الجديد او النظام الدولي الجديد. وهناك من يرى مفهوم اخر. نعم. انها مجموعه تفاعلات بتتم على مستوى المجتمع، العلاقات ما بين اعضاء المجتمع. تمام. بتتم على مستوى اقليمي او على مستوى دولي او عالمي لتحقيق منظومه العولمه. العولمه قيم العولمه. يبقى هنا هو مشتق منين او مشتق منين؟ من اللي هي ايه؟ مفهوم العولمه. مفهوم اللي هي الايه؟ العولمه. هو الطالب درسه في كثير من المواد السنه دي عنده ان مفهوم العولمه يعني ان يكون العالم مثل اجمالا يعني مثل القريه الصغيره. نعم. ولكن لنا تعريف، احنا بنقول لابنائنا الطلبه ان لنا تعريف للعولمه في كتاب المدرسه. لا يوجد تعريف جامع مانع للعولمه، وانما هي امتداد لانسياب المعرفه، يعني لما يجي يقول لك عرف العولمه في الجغرافيا السياسيه لا يوجد تعريف مانع جامع لها، وانما هي امتداد لانسياب المعارف في المجتمع. وهي تعني النظام العالمي، تعني الكونيه. نعم. كوكبيه الكونيه. نعم. النظام العالمي. نعم. تمام. طيب التطور التاريخي بقى. النظام العالمي مر بمراحل تطور، كانت البدايه
وهنقول كده رقم واحد، والطالب يخلي باله أول من طرح الفكرة. أول طرح يعني أول عرض للفكرة. للفكرة. تمام. إمتى كان؟ على يد مين؟ على يد مين بقى؟ ويلسون. طيب. اللي هو الرئيس الورق. الإيه؟ الرئيس اللي هو الإيه؟ الأمريكي. تمام. ده أول طرح للإيه؟ للفكرة. الرئيس الأمريكي. ده من خلال مبادئه الأربعة. ده الكلام ده إمتى؟ خلال الحرب العالمية الأولى. بخروج الولايات المتحدة منتصرة مع دول فرنسا وانجلترا. نعم. ظهرت الولايات المتحدة كقوة أولى. وأعلن ويلسون مبادئه الأربعة عشر، ومنها حق كل الشعب في تقرير مصيره. تقرير واللي استندت عليها ثورة 19، والطالب متابع معنا الكلام ده في التاريخ. يجي بقى يقول لك إيه بقى؟ ظهر النظام العالمي الجديد. خلي بالك الأولانية كانت فكرة. مش ملاحظ حاجة أستاذ أشرف؟ أن هناك صلة بين علم التاريخ والجغرافيا. طبعا احنا هو بنطبق الصلة دي يا اولاد. يعني احنا عندنا مبادئ ويلسون الاربعة عشر. انتوا طبعا كلكم طلاب ادبي وعارفين ان المبادئ دي عندك في التاريخ اللي استند عليها المصريين في قيام ثورة 19، ومنها مبدأ ويلسون ان لكل شعب الحق في تقرير مسيره. هذه المبادئ كانت تؤسس لنظام جديد في العالم هو العولمة او النظام العالمي الجديد. هنا بيقول بقى ايه بقى بداية الفكرة، بداية الظهور بقى. ظهر النظام العالمي الجديد ده في الخطاب السياسي للرئيس اللي هو ايه؟ السوفيتي جورباتشوف. جورباتشوف. تمام. ده بداية مين بقى؟ أول ظهور للفكر. للفكر. أما أعلن جورباتشوف عن بداية حقبة جديدة بعد انتهاء الحرب الايه؟ اللي هي الباردة، على اعتبار مهم جدا إن في مجموعة جديدة من المبادئ الحاكمة اللي هتحكم للعلاقات مين؟ الدولية. يعني نقدر نقول ان جورباتشوف قد وضع عدة مبادئ للنظام العالمي الجديد. اولها كانت نزع السلاح. نزع السلاح بمعنى تفكيك السلاح اللي كان موجود لدى روسيا، واحنا شاهدناه احنا سننا كبير. تمام. كنا عارفين ان روسيا بتفكك السلاح النووي. تمام. تمام. النقطة التانية اللي هو زي، ودي لازم الطالب يحفظها كويس جدا، ان بدأ هنا هو يبقى في توازن مصالح بدلا من توازن القوة. تمام. دعنا لا نتنافس في مجال العسكرية. نعم. نتنافس في مجال النمو الاقتصادي، في مجال التقدم الاقتصادي. تمام. وده هيعود بالخير على البشرية. تمام. ده المعنى الطبيعي. تمام. بعد كده قال لك نزع الصفة الأيديولوجية عن الصراع في العلاقات الدولية. تمام. يعني ايه نزع الصفة الأيديولوجية؟ احنا كان عندنا معسكر شرقي ومعسكر ايه؟ غربي. غربي. انتهى المعسكر الشرقي. يعني ما تقوليش انت رأسمالي ولا تقولي اشتراكي او اشتراكي. نعم. يعني دعونا نتعامل كدول، كدول بغض النظر، بغض النظر عن الاتجاه الايديولوجي. نعم. عن الفكرة او الهوية. لان كان في صراع حتى في بعض الدول. نعم. العربية ما بين اتجاه الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية. حتى في الوطن العربي كان هناك نوع من التنافس والصراع. نعم. تمام. بعد كده قال لك لابد ان احنا نتخطى الصراعات ونحقق مصالح لمين؟ للبشرية. يعني نعطي مزيد من التنازلات من أجل صالح البشرية. يبقى أول صراع. تمام. يبقى أول حاجة كانت يا أستاذ أحمد جميلة المبادئ، نزع السلاح. نزع السلاح. يبقى دي مبادئ النظام العالمي الجديد. اتنين، والطالب يفرق ما بينها وبين الأهداف. اللي هو بقى نقول المبدأ توازن المصالح. توازن المصالح بدلا من، بدلا من توازن القوى. توازن مين؟ توازن القوى. هدي كده مبدأ ايه؟ خلاص. الثالث نزع الصفة الأيديولوجية. نزع الصفة الأيديولوجية. الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية. طبعا عن إيه؟ عن العلاقات الدولية. العلاقات الدولية. هدي دي كده إيه؟ ثلاثة. تخطي بقى. تخطي الحواجز والصراعات. تخطي الحواجز والصراعات تحقيقا لمصالح البشرية. والصراعات لتحقيق مصالح البشرية. مصلحة مين؟ البشرية. دي كده كانت اللي هي الايه؟ المبادئ الحاكمة للنظام العالمي الجديد. يبقى حضرتك قلت كده مرحلتين. مرحلة طرح الفكرة من خلال مبادئ ويلسون. نعم. 14. نعم. المرحلة الثانية هي. نعم. مرحلة الرئيس جورباتشوف. نعم. ومبادئه الأربعة الشهيرة. تمام. وأنه هناك اتجاه إلى الغرب، وهناك علاقات جديدة وبداية صفحة جديدة مع الغرب. تمام. تمام. هل هناك مراحل أخرى؟ بدأ بقى عرف المصطلح من حرب الخليج، من وقت حرب الخليج لما طلع جورج بوش الأب. تمام. وبدأ يقول إن اعتداء العراق على الكويت ليس اعتداء دولة كبيرة على دولة صغيرة، ولكنه بداية نظام عالمي جديد. تمام. وإحنا هنا بيشير لنقطة. تمام.
ان مين اللي يعني انت دلوقتي انت ما خدتش اذن وانت طالع، او ان انت ضربت دوله بتضرب دوله مثلا جوار ونسيت ان في قوه موجوده في الايه في العالم، في العالم، وهي الولايات مين المتحده مين الامريكيه ومجتمع دولي. نعم، عشان كده دوت تفسير كلمه النظام العالمي. نعم، تاسيس علاقات جديده بتقوم على توازن المصالح. تمام. طيب احنا كده قلنا ان هو الولايات المتحده اعترضت على الاحتلال العراقي للكويت، وعشان كده هي قادت اكتر من 16 أو 17 دولة كانوا بيحرروا الكويت في هذا الوقت ومنها مصر. نعم. هذا هو ما قاله جورج بوش الأب، وإحنا هنا بنلاحظ نقول يا أولاد إن الأب عشان في جورج بوش الابن بعد كده. نعم. يعني الأب تولى ثم كلينتون ثم الابن بعد ذلك. كان في عهد جورج بوش الأب احتلت العراق الكويت، فقال جورج بوش في خطابه أن ما تعرض للخطر ليس دولة صغيرة، وإنما فكرة النظام العالمي الجديد الذي يقوم على نبذ الصراعات، الذي يقوم على إحلال المصالح بدلا من القوة وفرض السيطرة. نعم. طيب أستاذ أشرف، عندنا متغيرات على الساحة الدولية أدت إلى ظهور النظام العالمي الجديد. طيب. أو فكرة النظام العالمي الجديد. طيب. هناك العديد كده ونشرحها. هناك العديد من المتغيرات يا استاذ احمد ادت الى ضروره نشاه قيام نظام عالمي جديد. يبقى احنا نقول للطالب ما هي المتغيرات التي حدثت على الساحه الدوليه وادت الى نشوء نظام عالمي جديد. تمام. هذا سؤال. ده سؤال مهم جدا جدا. ايه هي الاحداث، ايه التغيرات اللي ادت الى ضروره اعلان قيام نظام عالمي جديد؟ تمام. احنا بنشوف ايه اللي حصل بعد الحرب وايه التداعيات او ايه الامور اللي حدثت. اول حاجه سعي دول مين؟ سعي دول أوروبا لتحقيق وحدة إيه؟ وحدة اقتصادية. بدأت الوحدة دي بالجماعة الأوروبية للفحم والصلب زي ما خدنا، ثم السوق الأوروبية المشتركة، ثم الاتحاد الإيه؟ الاتحاد الأوروبي. وده اتعمل ليه؟ عشان يجنبوا العالم ويلات حرب جديده ويعيدوا بناء اقتصاد اوروبا. تمام. دي ثم بدأوا يتوسعوا شرقا. نعم. يضموا دول اوروبا الشرقيه. هنا بقى هنقول بقى ايه؟ وبعد انتهاء الاتحاد مين؟ السوفيتي. تمام. بدأت الدول دي تسعى الى ايه بقى؟ تسعى لضم الدول التي كانت تابعه لمين؟ للاتحاد السوفيتي. تابعه للاتحاد الايه؟ السوفيتي سابقا. بنواجه نظر الطالب كده ان احنا كده بنجمع يعني دول اوروبا عملت اتحاد وبتجمع دول تانية، ده بيؤكد او بيرسخ فكرة النظام العالمي الجديد اللي بيضم كده تعاونات من دول العالم الكثير. ثلاثة، بدأ ان هو ظهور الصين كقوة ايه بقى هنا؟ كقوة عظمى. بدأ بقى تنامي الدور لدول جنوب شرق اسيا. بس كان اهم دولة فيهم هي كانت مين؟ اللي الصين، مع يعني سنغافوره ومع ماليزيا وكوريا الجنوبيه والهند. والهند كنجم ايه جديد. تمام. يبقى ظهور الصين كقوه عظمى ومعها دول جنوب شرق اسيا. دول مين؟ جنوب شرق ايه؟ شرق اسيا. هذه الدول ايضا سعت الى ايجاد مكانه ليها في المجتمع عايزة الدولي. عايزه بقى توصل، عايزه توصل هنا ايه لمكانه تبقى موجوده ايه ليه. يبقى دي نماذج كلها من التوحد. نعم. بيدل على انهم بياكدوا نظام العالمي الجديد. تمام. اللي جاي برضه هاخدها من اللفظ بتاع حضرتك. اتحاد المانيا الشرقيه مع المانيا مين؟ الغربيه. الغربيه. مش بس كده، وظهورها كقوه اقتصاديه. كقوه مين؟ تمام. كقوه اقتصاديه مع اليابان. خلاص. وممكن احط اليابان لوحدها، اقول ظهور اليابان خمسة كقوة. ظهور اليابان كايه؟ كقوة اقتصادية. هي اليابان قادت دول جنوب شرق اسيا. نعم. نحو هذه الوحدة. نعم. تمام. تعال بقى نشوف بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. الثورة الصناعية، شوف هنكتب ايه بقى هنا؟ الثالثة. تمام. الثورة الصناعية الثالثة. طب دي بقى قايمه على ايه؟ قايمه على حاجتين، معلومات وتكنولوجيا. يعني الثوره الصناعيه الثالثه دي قايمه على معلومات وقايمه كمان على مين؟ على التكنولوجيا. على اللي هي الايه؟ اللي هي التكنولوجيا. تمام. اذا هنا ممكن يجي له سؤال، ايه المقصود بالثوره الصناعيه الثالثه؟
يبقى هنا هيقول له ثوره معلوماتيه. ثوره معلوماتيه قايمه على اللي هو الايه تطور الايه التكنولوجي، قايمه على المعلومات، اصبحت اللي هي الايه التكنولوجيا اهم من العنصر الايه المادي. وده الكلام اللي خده الطالب يا استاذ احمد في المكون المعرفي اهم من المكون المادي. المكون المعرفي اللي هي التكنولوجيا الدوله، نعم، اللي هي الجزء بتاع اللي هي الايه التكنولوجيا بتاع الوحده الاولى، زائد ان التكنولوجيا والمعلومات واتساعهم هو الذي ادى الى العولمه. نعم. وهي العولمه هنا ان يكون العالم مثل القريه الصغيره من نعم تقدم المعلومات ونظم المعلومات والتكنولوجيا وانتشارها. تمام. يبقى ده بيرسخ برضه لمفهوم العالم الجديد. برضه النقطه اللي بعد كده، ايجاد حلول لايه؟ لبعض المشكلات الدوليه. تمام. كان هناك عديد من المشكلات الحاده. ايه بقى المشكلات دي؟ في مشكلات خطيره عانى منها العالم. الحرب، مثل الحرب العراقيه الإيراني. تمام. مثل الحرب الأهلية استمرت 8 اللبنانية سنوات. الحرب العراقية الإيرانية، الحرب العراقية، الحرب اللبنانية استمرت أكثر من 20 عام. نعم. يعني ده التدويل المشاكل دي كلها. أيوه. جعل لها صفة إن هم يقعدوا ويحلوا المشكلات على موائد المفاوضات. تمام. في العديد من المؤتمرات. الاتحاد السوفيتي عندما غزا أفغانستان. تمام. كل دي مشكلات بدأت إيه يتم علاجها. وهنا بدأ يظهر دور لمين بقى؟ ظهور دور للأمم مين؟ المتحدة. يبقى هنا بنختم الجزء ده اللي هي بالنقطة رقم 8، ظهور دور قيادي لمين بقى؟ للأمم الايه؟ المتحدة. في ايه بقى؟ في حفظ الأمن والايه؟ والسلام الدولي. وده أحد أهدافها. وده كان هدف أنها تمتلك قوة حفظ السلام، يعني نعم. تمتلك جيوش. نعم. بعكس طبعا أثبت الأمم التي كانت لا تمتلك جيوش وبالتالي كانت ضعيفة وأدى ذلك إلى فشلها. تمام. تمام. دي كلها متغيرات يا أستاذ أحمد أدت إلى ظهور النظام العالمي الجديد وظهور قطب واحد في العالم هو الولايات مين؟ المتحدة الأمريكية. تمام. والاندفاع نعم. نحو العالم الجديد. نعم. طبعا كل دول العالم كانت تتسابق للاندفاع على هذا التفكير. تمام. طيب هناك ايضا خصائص لهذا النظام العالمي الجديد. يتميز النظام العالمي الجديد بعده خصائص. لو انا همسك الخصائص، اذكر هذه الخصائص. انا عندي ايه هي خصائص النظام العالمي الجديد؟ يا ترى ايه هي الخصائص الرئيسيه الجديد؟ اول واحده ثوره مين بقى؟ الثورة الهائلة في وسائل الاتصال. يبقى هنا بقى الايه؟ التطور الهائل في وسائل الايه؟ الاتصال. طب ده واحد. طب الانتاج، النقطة الثانية، تنوع الانتاج الاقتصادي بطريقة اقتصادية. تمام. طيب ده كده نقطة، لان كده طالما العالم اصبح تقريبا موحد هناك العلاقات هتبقى موجوده سهله جدا والانتاج الاقتصادي هيتنقل بحريه. تمام. بين الدول. تمام. تمام. اصبح في نظام دولي متبادل. يبقى ايه بقى؟ قيام ظاهره الاعتماد الدولي. اللي هو ايه ظاهره ايه؟ الاعتماد الدولي المتبادل. الايه؟ المتبادل. دي حاجة برضو ايه اساسية؟ يعني الدول النهاردة بتعتمد على بعضها في بعض المنتجات. نعم. يعني في تبادل مستمر. في تبادل مستمر. قد يكون هناك منتج عند دولة ما تسعى لتصنيعه في دولة اخرى. نعم. ثم استكماله عندها. نعم. وهذا هو نعم. مفهوم الاعتماد الدولي المتبادل. عندي كمان تدويل لمين بقى؟ المشكلات للقضايا والايه؟ والمشكلات. ومعنى التدويل أن تكون هذه المشكلات والقضايا تطرح دوليا. نعم. مثلما نرى في مشكلة سوريا حاليا. نعم. طرحت في مؤتمر في جنيف، مؤتمر دولي في جنيف. نعم. وهذا يساعد على حل الكثير من المشكلات. إن تدويل المشكلة أمر يؤدي إلى حل هذه المشكلة بدون أن نلجأ إلى الصراع. ويدي الصفة القانونية للدولة اللي عايزة تتدخل في التدخل. تمام. يعني زي مثلا العراق عندما غزا الكويت، بنجد ان قبل ما تاخد الحلف الناتو او ياخد الحلف الناتو قرار الضرب والامم المتحده عقدوا اجتماع وحذروا القياده في العراق في الوقت ده بالخروج واعطاهم مهله مثلا 48 ساعه والى اخره. الغرض هنا من الموضوع ان يكون في مشروعيه قانونيه في الضرب. تمام. اوكي.
فهنا ده برضو ايه، ادي فكره عمليه التدويل. وهنا برضو ده يقودنا لحاجه، ان النظام العالمي الجديد في فكره التدويل برضو قايم على ايه، ان في هيمنه من قوة كبرى موجوده في الايه، في العالم، في اتخاذ القرار. تمام تمام. وبتاخد موافقه الامم المتحده، وتاخد مشروعيه بقى، مشروعيه دوليه. مشروعيه بالضرب. تمام. بس عندي كمان رقم 5 اللي هي بقى ايه، حاجه خاصه بايه يا استاذ احمد؟ بالتجاره. بالتجاره، تحرير التجاره. اللي هو بيقول بقى ايه، تحرير مين؟ التجاره العالميه. تحرير التجاره هو اللي ادى الى تنويع الانتاج الاقتصادي وظاهره الاعتماد المتبادل، اصبحت ظاهره هي السمه يعني اللي بتسود الايه، العالم جدا. بعد كده يا استاذ احمد رقم 6، السياده الوطنيه، يعني احترام سياده كل ايه، دوله على ايه، على اراضيها دي. تمام. كلها كانت ايه، سمات للنظام الدولي الجديد او خصائص للنظام العالمي الجديد. تمام. حضرتك برضو يعني عايزين نعلق على المشروعية الدولية، لفظ حضرتك قلته هنا. نعم. وانا شايف سؤال قدامي، بما تفسر اعتمد النظام الدولي الجديد على مبدأ المشروعية الدولية؟ هذه المشروعية تحل كثير، لأنها فعالة لحل كثير من المشكلات. نعم. خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن، والأمن الدولي. ودي نقطة جايين لها أصلا في الأسس اللي بيعتمد عليها النظام العالمي الجديد. يعني إحنا عندنا في خصائص وفي أسس للنظام العالمي. فهنا هيشرح حتى في النظام العالمي الجديد في الأسس اللي هي إيه، الاعتماد على مبدأ المشروعية الدولية كأداة فاعلة في حل العديد من المشكلات اللي إيه، اللي هي الدولية. تمام. ودي نقطة برضو إيه، مهمة جدا. طيب حضرتك، عندنا بقى الأهداف في النظام العالمي الجديد. نعم. هناك عدة أهداف هامة جدا للنظام العالمي الجديد. أما بيجي يتكلم عن أهداف النظام العالمي الجديد، وهي الأهداف المعلنة، اللي هي الأهداف المعلنة، هنجد أول حاجة إيه، احترام سيادة واستقلال كل مين، كل دولة على أراضيها. طيب أستاذ أشرف، أنا استوقفتني كلمة الأهداف المعلنة. هل هناك أهداف غير معلنة؟ أكيد طبعا. طيب. أكيد هناك هيمنة يا أستاذ أحمد، وهناك تدخل، وهناك مخطط يحيط بالشرق الأوسط. إحنا شايفين دلوقتي الأحداث عمالة. أصل الطالب هنا أنا حاسس إن الطالب بيقول أنا بسمع كلمة شرق أوسط جديد، أنت بتقول نظام عالمي جديد، وأنا بسمع شرق أوسط جديد وتقسيم بعض الدول العربية. نعم نعم. هناك مخطط لتقسيم الدول الإيه، الدول العربية، ولتقسيم منطقة الشرق الإيه، الشرق الأوسط، ويعني انفصال الأقليات بكل ما أقلية كل ديك شايف أقليات. سوريا والأحداث اللي بتحدث فيها، وشوف الأكراد ورغبتهم في إقامة دولة في شمال سوريا، كل الحاجات دي زي ما بنقول كده إيه، مخطط لشرق أوسط. تقسيم العراق إلى دولة كردية في الشمال. نعم. ودولة شيعية في الشرق، ودولة. نعم. سنية في الجنوب والغرب. نعم. يعني دي نقدر نقول دي الأهداف غير المعلنة. إحنا نعم. خلينا يا أولاد مع اللي موجود في كتاب المدرسة الأهداف المعلنة. نعم. بس عشان انت سمعت شرق أوسط جديد. تمام. يبقى طيب يا أستاذ أشرف، أستاذنك معنا تليفون. اتفضل. أبنائنا بيتصلوا. دعاء. ألو. 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 أيوة. أيوة. السلام عليكم. أهلا يا دعاء. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا مصطفى؟ أهلا يا دعاء. هو يا مصطفى حضرتك، أنت الابتداء من الحصة الجاية هو هتبتدي مراجعة من الباب الوحدة التمهيدية؟ الوحدة التمهيدية إن شاء الله معانا. طب جهزي نفسك. طب عايزة إيه؟ قولي. يا مصطفى طيب، أنتوا هتبتدوا هتحلوا معانا أسئلة الكتاب في الوحدة التمهيدية ولا لا؟ هنحل أسئلة الكتاب، وهنجيب أسئلة معانا إن شاء الله من جهاز التقويم المركزي في الوزارة. طب وإن شاء الله هتكون معانا أسئلة منوعة. طب والأسئلة اللي على الفيس اللي منزلين الأربع الامتحانات حضرتك؟ أيوه الأسئلة برضو. يعني بص يا دعاء، أنت بتكلمين على الأسئلة اللي موجودة في الامتحانات اللي هي على الوزارة. بصي أهي موجودة، ما تقلقيش، وهيتم هيتم مناقشتها كلها كلها. ما تقلقيش، هي موجودة معانا وهنناقشها وهنخش فيها واحد واحد إن شاء الله. أنت عندك سؤال يا دعاء النهاردة؟ لا شكرا يا مصطفى. طيب. خلاص انا كنت بسال وتحلوا معانا الاسئله بتاعه الوحده التمهيديه. خلاص يعني. خلاص نجهز نفسنا ان شاء الله من الحلقه الجايه الاسئله خاصه بالوحده التمهيديه فقط، عشان هنراجعها هي فقط ونركز عليها ان شاء الله. ماشي. بالتوفيق يا بنتي، ربنا معاكي.
ايوه استاذ هشام نتابع بنكمل معاك. تاني حاجه من الاهداف الرئيسيه المحافظه على الاستقرار العالمي. تمام. ومش بس كده، واحترام دور الامم. مين؟ المتحده. الامم المتحده. استاذ اشرف، يعني في معلومه هامه جدا، بعض الناس بيتصور ان الامم المتحده قرارات الامم المتحده هي قرارات قانونيه ملزمه. هذه القرارات ليست قانونيه وليست ملزمه، ولكنها تمثل راي المجتمع الدولي. نعم. ومشروعيه المجتمع الدولي. نعم. والدوله كعضو في المجتمع الدولي هي ملزمه بتنفيذ هذه القرارات. نعم. او رفضها. نعم. ايا كانت بقى، عايزه تعرف وضعها في العالم ايه. تمام. زي ما بنشوف كده، احنا عندنا اسرائيل بترفض تنفيذ بعض القرارات زي القرار 242 مثلا. يعني امتى تكون ملزمه؟ لو تم التوقيع عليه. تمام. هنا في الحاله دي بيكون ايه ملزمه لمين؟ للدوله، اذا كان في نص. طيب. معين صريح وتم التوقيع توقيع عليه. استاذ حضرتك في تليفون. اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اقول عندي سؤالين. اتفضل. استنى في الحدود وفقا للترتيب المشروعي لمصر وليبيا. الايه؟ تمت الحدود. صنف الحدود. صنف. صنف الحدود وفقا للترتيب المورفولوجي. استاذ اشرف، عايزين حضرتك نكتب السؤال. صنف الحدود وفقا للتقسيم المورفولوجي. صنف الحدود. الحدود وفقا للتصنيف المورفولوجي. مصر وليبيا. بين مصر وليبيا. بين مصر وليبيا. تقسيم. في سؤال تاني؟ في سؤال بس معلش. الانهار بما تفسر؟ انهار اوروبا مجمعة. ايوه. انهار اوروبا مجمعة وانهار افريقيا مقارنة. لا احنا مش واضح الكلام. انهار اوروبا ايه؟ مجمعة. وانهار اوروبا وانهار افريقيا مقارنة. يعني ايه؟ مش فاهم. قول السؤال ده خالص. سؤال تاني كده. والسؤال بيقول ايه بقى تفسر؟ انهار افريقيا مجمعة وانهار اوروبا مقارنة. انهار ايه؟ افريقيا مجمعة وانهار اوروبا مقارنة. مفردة. ايوه ايوه تمام خلاص خلاص خلاص. انهار اوروبا مجمعه. مجمعه. وانهار افريقيا مفرقه. بص يا سيدي، انت عندك انهار اوروبا، لو انت جيت للتصنيف من حيث الانهار هتلاقي مثلا نهر الراين بين فرنسا والمانيا. كيف تسير الحدود في نهر الراين؟ تسير مع خط العمق، وهو افضل تصنيف للحدود النهريه وقليل المشكلات. دول اوروبا معظمها تسري على هذا. الدانوب له اتفاقيه بين النمسا والمجر. الدانوب له اتفاقيه بين النمسا والمجر. لكن انهار افريقيا لم تجمعها اتفاقيات. هذه الانهار دائما ما يصور حولها مشكلات، مثل نهر النيل الذي يدور حوله مشكله من حيث نوعيه، مش الحدود خلي بالك، لانه نهر يقطع الحدود من حيث المياه. تقسيم المياه والحصص. عندنا مشكلة في نهر النيل، الحصص. 11 دولة في أفريقيا تتنازع على الحصص. يبقى إيه هذا النهر؟ أو أكبر نهر في أفريقيا من أمثلة الأنهار المفرقة. لم تجمع 11 دولة على رأي واحد أو على كلمة واحدة، ولازال الجدل المستمر حولها. يبقى هنا أنهار أوروبا قليلة المشكلات، ولذلك فهي مجمعة للدول، وحتى مشكلاتها تم حلها. أنهار أفريقيا مفرقة لأنها كثيرة المشكلات ولم يصل بعد إلى حل فيها. هي دي الإجابة كده، لأن أنهار أوروبا قليلة المشاكل، وخاصة اللي هي في نهر الدانوب. ده سؤال ملاحظات خارجية حول المنهج. طبعا احنا بنحييك على السؤال ده يا كريم، لان هو فعلا سؤال ملاحظه خارجيه. نهر الدانوب ما دام معروف فيه ان في اتفاقيه دوليه بتجمع جميع الدول، ان في حريه ملاحه في هذا النهر. تمام. وكمان الاتفاقيه بتاع برشلونه ان جميع الانهار الدوليه لجميع الدول اللي بيمر بيها النهر ليه حق، لهم اي دوله بتمر بالنهر ده لها حق الملاحه. كذلك الامر في القنوات. مين؟ القنوات اللي هي الايه؟ المائيه. طيب. ومن هنا بدات المشاكل تبقى قليله. استاذنك في سؤال. فضل. ايوه. اسماء. طيب نوصل يا استاذ اشرف. هو كان قال سؤال، صنف الحدود وفقا للتصنيف المورفولوجي بين مصر وليبيا. لحد بين مصر وليبيا. أيوة. اسماء معانا. ايوه يا اسماء. ايوه يا فندم. ايوه اتفضلي يا بنتي. ماشي. ازيك يا باسل؟ ايوه يا فندم.
لا وطي التلفزيون، وطي التلفزيون وكلمينا. حاضر. اتفضلي. ازيك يا ماسك؟ اهلا وسهلا. احنا معاك اهو. ازيك حضرتك؟ المراجعات هتستعاد امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله، وهيبقى معانا جزء الوحده التمهيديه عشان تجهزي نفسك. يعني مثلا الميعاد ده انا عندي فيه دروس، فانا عايز اعرف عايزه امتى بتتعاد هو الاعاده يعني. الاعاده بتبقى الساعه 3 تقريبا، 3 او 4 فجرا يعني ان شاء الله كده، عشان انتوا بتسهروا دلوقتي، احنا في اخر السنه فبنتاخر الحلقه شويه. الوحده التمهيديه، الوحده التمهيديه ان شاء الله. لكن لو عايزه تتفاعلي معانا يبقى على الهوا في ميعادنا الساعه 1. خلاص ماشي، شكرا يا ابني. العفو يا بنتي، العفو. استاذ اشرف، هو كان بيقول اللي هو الحدود بين مصر وليبيا، طبعا الحد بين مصر وليبيا حد هندسي لانه بيصير مع خط طول 25 شرق. تمام، هو حد فلكي هندسي في اخره. في هندسي في اخره، مستقيم. نعم. مستقيم يتعرج في الشمال، يتعرج في اخره. نعم. وهو من الحدود السابقه، لان لم تعمر هناك الجهات دي، يعني لسه ما عمرتش، او المنطقه اللي هناك بحر الرمال مش هيبقى معمره، يعني سابقة للحضارة. لا هو على أساس أن الحد ده اتعمل إمتى يا أستاذ أحمد؟ 1929. طيب 1925 تقريبا. فهنا طبعا كان قامة دولة ليبيا ومصر، فهنا بنقول أنه يعتبر برضو من الحدود الإيطالية. الإيطالية؟ نعم. تمام. طيب معنا تليفون تاني، عز من أسيوط. ألو. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ أشرف؟ الله يسلمك. لو سمحت في سؤال بما تفسر. اتفضل. هناك اختلاف كبير. ايوه. بين دور كل من مصر واستراليا. تمام. العلاقات الدوليه. تمام. اتفضل. حاجه تاني؟ في استفسار بس. استفسار. اتفضل. هو في فرق بين لفظ الدوليه والدوليه؟ الدوليه والدوليه. والدوليه. بالكسر والفتح. أكيد طبعا. تمام. الصح الدولية. الصح الدولية. نعم. تمام. يبقى هنا الصح الدولية. نعم. الصح الدولية. طيب السؤال الثاني هو شروط الانضمام للأمم المتحدة. تمام، أن تكون الدولة دولة مستقلة. كاملة الاستقلال وكاملة السيادة. وكاملة السيادة. نعم. هي اسرائيل منضمه ازاي للامم؟ لا ليس اسرائيل، فلسطين ليست كامله الاضويه. فلسطين ما هياش كامله الاضويه ولا الفاتيكان. هو بيسال على اسرائيل. والعرب غير معترفين باسرائيل في المنظمه. انت عارف ان الامم المتحده بتهيمن على قراراتها دول كبرى، وان هي لم تلتزم الحياديه تجاه القضيه الفلسطينيه. انا بتكلم بس على اسرائيل ازاي منضمه الى الامم المتحده رغم ان هي ليس لها دوله اكبر. احنا خدنا عز نقد على الامم المتحدة انها تكيل بمكيالين الكيادية. وقلنا في القضيه الفلسطينيه هي تكيل بمكيالين، ولذلك هي لا تستطيع فرض قراراتها على اسرائيل. واسرائيل اعترفت بها القوى الكبرى اثر قيامها او بعد قيامها في عام 48 اعترفت بعدها بساعات كل من الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي، وهذا كافي لانضمامها الى المنظمه التي يهيمن عليها الدول الكبرى. ده 5 دول اعضاء دائمين بياثروا في قرارات الامم المتحده. تمام. لكن نسعى ان شاء الله، نسعى ان شاء الله ان فلسطين تاخد حقها كاملا في الامم المتحده ان شاء الله وفي المجتمع الدولي ان شاء الله. طيب هناك اختلاف بين دور كل من مصر واستراليا. طبعا احنا بننظر في العلاقات الدوليه يؤثر. استاذ اشرف احنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت عن المقومات الطبيعيه واثرها في العلاقات الدوليه وفي وزن الدوله السياسي، وقلنا ان منها الموقع. هناك دوله محوريه مركزيه مثل مصر، دورها في العلاقات الدوليه سيكون بالتالي اقوى من دوله موقعها هامشي مثل استراليا. نحن نعتبر استراليا دولة هامشية، هي ونيوزيلندا يعني دولة متطرفة. هذه الدول في الموقع ليست مثل موقع مصر، ولذلك نجدها في الوزن السياسي مصر أقوى، في العلاقات الدولية مصر أقوى، لأن المقاومات الطبيعية ومنها الموقع يؤثر في الوزن السياسي وعلاقة الدولة بالدول الأخرى.
طيب استاذ اشرف، احنا كنا نتكلم عن اهداف النظام العالمي موجودين الجديد. في اهداف النظام الدولي الجديد حضرتك قلت احترام هدفين. المحافظه على استقرار كل دوله، اول حاجه اللي هو المحافظه تمام على الاستقرار العالمي واحترام دور الامم المتحده، رقم اتنين اللي هو برضو الاحترام سيادة مين؟ سيادة كل ايه؟ دولة واستقلالها. رقم ثلاثة نشر قيم مين؟ الديمقراطية. قيم الديمقراطية طبعا، واحترام حقوق الايه؟ الانسان. دي اهداف النظام العالمي اللي هو الايه؟ الجديد. طيب هناك أسس للنظام العالمي الجديد. نعم. إزاي نفرق أستاذ أشرف ما بين كل الحاجات دي؟ تعتبر كلها كده متشابهات. والله أنا بدعو الطالب إن هو يجمعها في ورقة واحدة. يعني يكتبها في ورقة واحدة. يحط كده المبادئ اللي بتحكم النظام العالمي الجديد، وبعد كده الخصائص النظام العالمي وأهدافه وأسسه، لأن هم دول الأربعة اللي ممكن يتلخبط فيهم. تمام. فهو يجمعهم كلهم في ورقة إيه؟ في ورقة واحدة، يحط المبادئ الحاكمة ودول أربع حاجات. وعنده في حاجتين كويسين ممكن يحفظهم يا استاذ احمد، اللي هي نزع الصفه الاخيره العلاقات الدوليه ومبدا توازن المصالح بدلا من توازن الايه القوى. استاذ حضرتك معايا تليفون. دول المبدئين اللي ممكن يثبتهم في معظم الحاجات. معانا محمود. الو. السلام عليكم. الو. الو. ايوه محمود. ازي حضرتك يا مستر احمد؟ اهلا يا ابني. ازي حضرتك يا مستر اشرف؟ الله يسلمك. عند حضرتك بس كم أعلى الحدوث مرحلة المواجهة؟ بما تفسر حدوث حدوث مرحلة المواجهة. مرحلة المواجهة. تمام. وبما تفسر تراجع الوفاق. تراجع الوفاق. تراجع الوفاق. تمام. بما تفسر تاني. أيوة. انتهاء الحرب الباردة. انتهاء الحرب الباردة. الحرب الباردة. في حاجة تاني؟ عندي بس استفسار تاني. خريطة الوطن العربي نازلة في المواقع بتاعت التربية والتعليم وكده. الامتحانات. الامتحانات. تمام. فأنا كنت عايز المتطلبات بتاعتها بحيث إن هي مش من ضمن منهج، أو مثلا ما كانش ليها يعني معلومات عندنا في الكتاب وكده كتير. أيوه تمام. يعني ما تمش كده إيه ذكرها صراحة يعني. ما تمش ذكرها صراحة. تمام. تمام. طيب يا بس كده حضرتك، ونتوجه لحضرتك بالشكر. والله حضرتك انت استاذ اشرف يعني تعبانين حضرتك. الله يخليك يا ابني. بالتوفيق ان شاء الله والنجاح ان شاء الله. خليك معانا واحنا هنجاوبك حالا يا محمود. استاذ اشرف عندنا حدوث مرحله المواجهه. نعم. دي في العلاقات ما بين في الحرب البارده، مراحل الحرب البارده واللي احنا قلنا عليها الاخطر. دي اخطر المراحل ليه، لان الاتحاد السوفيتي حصر برلين تمام. سنة 1948 تمام، وترتب على حصاره البرلين ان الولايات المتحدة ساعدت مين؟ ساعدت برلين، ففشل الاتحاد السوفيتي في حصاره الايه؟ لبرلين. وكانت النتيجة انقسام المانيا الى قسمين، المانيا الشرقية والمانيا الايه؟ الغربية، وبداية تأسيس اللي هو حلف ايه؟ حلف الناتو، وطبعا وحلف مين؟ وارسو بعد كده، وظهور معسكر شرقي ومعسكر غربي وزيادة التسلح، فكانت هي دي اسباب رئيسية لحدوث مرحلة المواجهة. المواجهة تمام. نعم. طيب المرحلة الثانية اللي هي او السؤال الثاني تراجع الوفاق. نعم. في تراجع الوفاق زي ما حضرتك عارف ان هي كانت مرحلة الوفاق دي مرحلة التقارب ما بين نعم اللي هي تقارب المصالح القوتين العظميين خشية وقوع حرب مدمرة بين الطرفين. تمام. بتيجي بعد كده سنة بتبدأ من 76 فيما فوق بتبدأ مرحلة جديدة وبتبدأ باحتلال الاتحاد السوفيتي لمين؟ لأفغانستان يعني سنة الطالب 79. تمام. يعني الطالب يقول لإقدام الاتحاد السوفيتي على احتلال أفغانستان سنة 79، واعتبار الولايات المتحدة أن ده خرق للنظام الإيه العالمي والسلم والأمن الدولي. تمام الدولي. نعم. طيب انتهاء الحرب الباردة. انتهت الحرب الباردة بإعلان الرئيس السوفيتي جورباتشوف انتهاءها وبداية حقبة جديدة وانتهاء الاتحاد الايه السوفيتي وانفصال الدول والجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي عن الاتحاد السوفيتي وسقوط حلف طبعا ايه وارسو. تمام. طب استاذ حبيب قبل الاستفسار الثاني هناخد سؤال على السريع كده. شيماء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي استاذ احمد؟ ازيك يا شيماء عاملة ايه؟ الحمد لله. الله يسلمك يا شيماء. اتفضلي. عندي مجموعة
بس يعني مش هيكفي، فرقم حدث وتليفون للاسف. بتقول ايه؟ معلش يا شيماء احنا الصوت مش واضح شويه. عندي مجموعه من الاسئله. اتفضلي. اتفضلي. يعني هم اتفضلي. اسالي اللي انت عايزاه يا شيماء. ماشي. في سؤال الاول 1977. انا شيماء بالراحة كده وقولي بس الأسئلة تاني لأن احنا مش سامعينك كويس. حاضر. اتفضلي. في 1974 ما النتائج المترتبة على؟ تمام. نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية. تمام. السؤال الثاني صفحة 177 بما تفسر؟ أيوه. فضاء للدولة إيه؟ الذي تلعبه حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية. تضاءل دور حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية. تمام. السؤال تعتبر خطوط ومحمية في الصين. تمام؟ لا دي معلش دي لا دي يا شيماء ما وضحتش شوية. تعتبر حدود مصر يعني حدود مؤمنة ومحمية وطبيعية. بما تفسر حدود مصر تعتبر حدود مصر ايه؟ مؤمنة. 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 أيوة. وطبيعية؟ ماشي. لا محمية. طبيعية زي في الشمال البحر المتوسط وفي الشرق البحر وفي الغرب بيننا وبين ليبيا. هي الحدود الطبيعية الحد الشمالي وجزء من الحد الشرقي. نعم. دي الحدود الطبيعية. وبين الصين في ايه؟ مصر وليبيا بس عشان بحر الرمال العظيم فصعب اجتيازه. ايوه عشان كده فده اعطى عمليه تامين لحدود مصر. تمام. طب بيننا وبين نعم بيننا وبين فلسطين حد هندسي من طابا الى رفح. نعم. في شبه جزيرة الصماء دي تعتبر صحراء يعني زي بحر المال العظيم. لا دي مش حدود مؤمنة، ده استثناء. ودي أخطر نقطة في الحدود المصرية. دي أخطر المصرية. حدود لمصر. نعم. وخلي بالك إن بوابة إن سيناء كانت المعبر لمجيء الجماعات البشرية إلى مصر. صح. بدءاً من الهكسوس وانتهاءً بدخول الاحتلال التركي أو الدولة العثمانية. يعني تمام؟ حدود مصر مؤمنة يا شيماء في مجملها، ولكن في مجملها. هناك نقاط ضعف. اوكي حتى احنا لما يجي يقول لك بنعملها زي رؤوس المثلث يا استاذ احمد. ايوه اللي هي زوايا المثلث زمان كنا نقول كده ان رؤوس المثلث دي ممكن تكون نقاط ايه ضعف. هنا بتيجي اللي هي منطقه شبه جزيره ايه سيناء. والخطر الاسرائيلي. وهنا اللي هي منطقه اللي هي الخط المتعرج ما بين وليبيا، ولكن ده بيننا وبين دولة عربية فما فيش مشكلة. وكانت الحدود بيننا وبين اللي هي السودان اللي هي مشكلة حلايب، وطبعا الموضوع محسوم تماما لان حلايب مصرية. والسودان طبعا. والسودان نعم. تعتبر بعد استراتيجي لمصر. نعم. امتداد استراتيجي. هو اخطر نقطة. تمام. فعلا يا شيماء هي نقطة شبه جزيرة سيناء. طيب عندنا تضاءل دور حركة عدم الانحياز. طبعا هي تضاءلت دور حركة عدم الانحياز يا شيماء لان احنا كان عندنا قوتين في العالم. بصي قوة الشرقية ممثلة في الاتحاد السوفيتي ومعسكره وحلف وارسو، والقوة الغربية ممثلة في الولايات المتحدة ومعسكرها الغربي وحلفها الناتو، فسقطت قوة. هنا كان في النص حركة عدم الانحياز. حركة عدم الانحياز دي استمدت قوتها بأنها كانت تقف حاجزا بين القوتين، يعني مش هننحاز لا هنا ولا هنا وهيبقى لنا شخصية في العالم. والدول دي أسستها أربعة زي ما قلنا كده، الهند وأندونيسيا ويوغوسلافيا ومصر. تمام. ومصر كانت عضو مؤسس وحضروا مؤتمر باندونج. النهاردة المنظمة ملهاش القوة بتاعت زمان لأن مفيش معسكرين. هي هنا هتبقى عدم انحياز بين مين ومين. يبقى لسقوط التوازن الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تضاءل دور عدم الانحياز. تمام. لسقوط التوازن الدولي. طيب نشوب الحربين العالميتين يا استاذ اشرف على السريع كده، هي عايزه النتيجه المترتبه عليهم. طبعا النتيجه للحرب الاولى، الحرب العالميه الاولى، ظهرت عصبه الايه الامم. تمام. في على اساس تجنب العالم ويلات الحرب وكده، وطبعا فشلت وعرفنا فشلت ليه. تمام. الحاجه الثانيه ظهور اللي هي طبعا مين الامم الايه المتحده نتيجه للحرب العالميه الايه الثانيه.
الحاجة الثالثة نتيجة الحرب العالمية الثانية، ظهور قوتين عظمتين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وظهور ما يسمى بسياسة الاستقطاب أو القطبية الثنائية، وتنازع ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على سيادة العالم، وبداية مرحلة الحرب الحرب الباردة. تمام. تفكير اوروبا ممكن بعد الحرب العالميه الاولى في التكتل الاقتصادي، اللي هو التكتل بعد الحرب الاقتصادي الأولى. وانقسام المانيا الاثنين، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، وحدوث متغيرات على الساحه اللي هي الدوليه. تمام. جمعت يا شيماء الاستاذ اشرف قاله طبعا خريطه الوطن العربي بصفه سريعه كده. كان الطالب بيقول ان هي ما فيش طرح ليها الامتحان. يعني ده اللي هو نموذج الامتحان اللي نزل على موقع الوزاره. تمام. احد الامتحانات على نموذج الوزاره على موقع الوزاره يا اولاد اللي انت قلت عليه في خريطه الوطن العربي. نعم. موجوده اهي. نعم. طيب ايه المطلوب منها يا استاذ اشرف؟ والله يمكن حضرتك تفضلت وجبت لنا الامتحان ده مشكورا، وجع اللي هو السؤال ده كده. امام خريطه صماء للوطن العربي ما تشير اليه الارقام الموقعه عليه، واحد حد طبيعي. فهنا واحد هنا اللي يقصد بيها هنا جبال مين؟ جبال زاجروس طبعا وكردستان. اتنين دائرة عرض. دائرة عرض طبعا هنا اللي بتمر في مصر، هنا في جنوب مصر دي مدار استراتون. استاذ اشرف بالنسبة لحد طبيعي لو هو نزله شوية تحت وقال شط العرب، ممكن يعني قال حد طبيعي نقول شط العرب. شط العرب لو هو جابه في المكان ده تحديدا. تمام. في الجزء ده. نعم. طب لو قال برضو صنف الحد في شط العرب نقول له يسير مع احد الضفتين. وهو احد مشكلات النهر، وده سبب مشكله ما بين العراق وما بين ايران. تمام. نعم. ثلاثه دوله هنا حاطط طبعا هنا ليبيا، وليبيا طبعا ممكن يجي عليها اكتر من سؤال لانها دوله منضمه للكوميسا ومنضمه للاتحاد المغرب العربي. استاذ اشرف بيقول لكم كل المطلوب من اللي موجود في الرقم. نعم. يعني كمان بيقول حاجه زياده عليه، يعني بيقول ان ليبيا دي احدى دول مثلا الكوميسا، يقول ان ليبيا دي تطل على البحر بساحل واحد. نعم. وهكذا. أربعة، المملكه المغربيه، وطبعا انتوا عارفين ان المغرب بتطل على البحر بجبهتين، بحر والمحيط الاطلنطي. مكتوب مملكه والطالب هنا يعني زي ما نقول حدث له نوع من انواع اللبس شويه. مملكه، فيعني هل هناك ممالك اخرى في الوطن العربي؟ نعم، المملكه العربيه السعوديه، المملكه الاردنيه الهاشميه. تمام. نعم. يبقى احنا عندنا ثلاث. نعم. ممالك يا ولاد موجودين. السعوديه، الاردن، والمغرب. نعم. وهنا برضو ممكن يجيب له هنا مدينه في الجزء ده كده ويقول له ايه المدينه اللي موجوده دي. تمام. دي كده سبته. تمام. والمدينه اللي بعديها دي اللي هي مدينه يعني لو قال مشكله سياسيه ولا زي ما الاستاذ. نعم. اشرف بيقول كده. دي سبته ومليله. ممكن يجيب مضيق. مضيق. هنا المضايق الشهيره هنا. المضيق هنا ده كده يبقى ده مضيق باب مضيق جبل طارق. تمام. خلاص. تمام. وعندي كده اللي هو المضيق اللي هنا ده مضيق باب المندب. تمام. وهنا مضيق طبعا هرمز. هرمز. تمام. ايهما اكثر التهابا؟ يعني طبعا مشكلات طبعا مضيق جبل طارق على اساس سبته ومدينه. تمام. عندي كمان ممكن يجيب له مثلا ممر استراتيجي. ممر استراتيجي. قناه السويس. عظيم جدا. او دوله ذات موقع استراتيجي. ممكن يجيب الرقم على المملكه العربيه السعوديه ويقول لك دوله مستقبله للمهاجرين. تمام. دوله مثلا من المؤسسين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. بها مقر. ممكن كده ويقول لك ان ده مدينه مقر هنا طبعا تعامل. مقر طبعا اللي هي مجلس التعاون لدول الخليج العربي الرياض. تمام. ممكن يجيب عند البحر الاحمر هنا في المقابل مدينه هنا كده ويقول له دي المدينه دي طبعا دي مركز ديني مشهور وهي مكه المكرمه. تمام. نعم. طب استاذ اشرف برضه لو جاب دايره عرض او حاجه زي كده. عادي، دايره عرض اللي موجوده في الوطن العربي هي بس دايره واحده وهي مدار السرطان اللي هي من الدوائر الرئيسيه يعني. تمام. كمان ممكن يجيب له مثلا دولة من دول الخليج العربي يقول له مثلا انت عندك البحرين دولة قزمية في عدد السكان. فممكن هنا ادي البحرين مكانها هنا وهو جنب قطر كده في الخليج العربي. ماشي. ويجي جايب يشير اليها ويقول له دولة قزمية في عدد مين اللي هي السكان. تمام. بس ممكن يجيب على تونس. تونس بينها وبين ليبيا مشكله، اللي كان في مشكله اللي هي مشكله حقول البترول والغاز الطبيعي. تمام. فاذا الطالب هو مطالب يعرف الكلام ده برضه على الخريطه يا استاذ. تمام. شكرا. نعم. لحضرتك يا استاذ اشرف. معانا تليفون. الو. الو. ايوه. استاذ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا يا ابني. بقول لحضرتك مستر، الواحد التمريه عليها كام درجه؟ يعني تقريبا اربع درجات تقريبا. اربع درجات؟ تقريبا يعني. ماشي يا مستر. وعندي سؤال بس، شروط ومهام الانتخابات. نعم. شروط ومهام الانتخابات. تمام. ماشي. وحضرتك معاك كتاب الوزاره؟ ايوه. اول اختبار مستر خالص، اول خريطه.
الاختبار صفحة 178. تم معاك الكتاب يا استاذ احمد؟ هو احنا طب قول عايز ايه بس في الخريطه؟ في الخريطه مستر هنا دوله حبيسه ولا دوله هي مكتوب حبيبه؟ مش عارف بقى دوله حبيسه. لا حبيسه حبيسه اصل هي مكتوبه هنا غلط يعني عشان كده. لا لا لا, 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 لا حبيبه مفيش دوله حبيبه الا مصر. عشان كده مستغرب بس حبيبه يعني ما عندناش حبيبه الا مصر. عشان كده بس. فلو هو مشاور على عكس مصر بتبقى حبيسه. لكن حبيبه وعلى مصر يبقى تاكيد انت عارف يعني. ايوه عارف. شكرا. ماشي يا ابني ربنا يكرمك ان شاء الله. طيب الشروط ومهام الانتخابات بصراحه هناك شروط للعمليه الايه الانتخابيه ان هي طبعا تكون معبره عن راي مين الاغلبيه ويكون فيها طبعا عمليه مين اللي هي الشفافيه وترسي قواعد اللي هي الايه اللي هي الديمقراطيه. نعم تمام. وطبعا يكون هناك قبول لما تترتب عليها من النتائج. ما ده اللي بنقول عليه اللي هي تعبر عن راي الاغلبيه. تمام. نعم. وتكون قانونيه يعني تاخذ الصفه القانونيه. تمام. طيب استاذ اشرف عندنا نقدر نقول اي حاجه سريعه كده؟ اللي هي اسس. احنا خلصنا الاهداف فاضل لنا اسس قيام النظام الدولي. طبعا الاسس اللي هو الاعتماد الدولي المتبادل واصبح القانون هو الاساس في العلاقات الدوليه. كرر الموضوع الاعتماد بيكرر تاني وبيقول لك ان ما بقاش وجه في الاسس. لم يكن هناك راس ماليه بقى لم يعد هناك راس ماليه واشتراكيه. اصبح في دول شمال متقدم ودول جنوب نامي. تمام. احلال مبدا توازن المصالح بدلا من توازن القوى. اتعاد تاني ونزع الصفه الايديولوجيه عن العلاقات الدوليه واعتبار ان الحرب هو الخيار الاخير لحل الايه لحل المشاكل. وان هنا كمان مبدا المشروعيه الدوليه كاداه فاعله وحل للعديد من الازمات. استاذ اشرف كل سنه حضرتك طيب. انت طيب يا استاذ. انا عايز تجهز نفسك بقى عشان ايه ان شاء الله الحلقه اللي جايه عايزين ننطلق ان شاء الله مع ابنائنا ان شاء الله. وجيب لنا الاسئله اللي وعدتنا بيها ان شاء الله من مركز الامتحانات. وابنائنا الطلبه كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بدايه من الحلقه القادمه حلقه مراجعه في الوحده التمهيديه كما نوهنا. تابعونا من خلال الارقام وعلى الويب سايت. واحنا ان شاء الله محضرين لكم اسئله كويسه جدا ومراجعه مثمره جدا ان شاء الله هتبقوا مستفيدين من قدامها مع مجهودات القناه بتبذلها ومع الفنيين والمخرجين والعاملين بالقناه. واحنا معاكم بدل المدرس 2 في مدرسه على الهواء. كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.